بصدق أقول لكم إخواني وأخواتي بصدق، نحن نحتاج بدل أن نتناحب ونتشاكى ونشتكي ونتلاوى من هؤلاء الذين يمعنون في سوء فهم ديننا وفي سوء تصوير أحوالنا، علينا بدل ذلك عوض ذلك أن نسعى نحن في فهم ديننا فهماً صحيحاً مشرفاً. أنا لا أحب أن يقول النبي، وقطعاً هو لم يقل، ولذلك الحديث ضعيف بفضل الله، رغم أن من أراد أن يصححه يكذب به القرآن. القرآن يقول وما أرسلناك إلا سيفاً على العالمين، خنجراً في صدر العالمين، رمحاً في بطون الناس. القرآن يقول إلا رحمةً للعالمين، قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الله أكبر، قطع طريق النبي، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يا أخي، قطع الله لسانك، حديث صححه الشيخ فلان. بلا شيخ بلا شيخة، هيجوز هذا العبث يا أخي؟ نهين الرسول وصورة النبي من أجل شيخ وما شيخ، ونهدر كتاب الله تبارك وتعالى. إلا رحمة، رحمة، لم يكن نقمة، لم يكن جحمة، لم يكن إيه لعنة على العالم. النبي كان أعظم رحمة صلوات ربي وسلامه عليه، روح وأرواح العالمين له الفداء. أنصفوا رسول الله من أنفسكم، أنصفوه من علمائكم، من مواريثكم، هذه الرثة بعضها رث وبال. لا يمكن يا أخي، نحن الآن في عصر العولمة، العالم أصبح مفتوحا ومكشوفا، لا شيء يدس ولا شيء يخبى. أحرجنا، بدأ الآن بعض رجال دين آخرين نصارى وغير نصارى يحرجون من كتبنا. يقول لك هذا عندك في مسلم، تفضل، هذا في البخاري، هذا في أحمد، ماذا تفعل؟ تدافع باستماتة عن كل ما في البخاري ومسلم صحيحان. خلاص، أنت تذبح دينك، أنت حر. لكن نحن لن نسلك هذه الخطة الغبية، هذه خطة غبية. نحن نحاكم إلى كتاب الله، هذه خطة إلهية. كتاب الله حكم على الجميع، ما فرطنا في الكتاب من شيء، اسمه كتاب مبين، قال تبيانا لكل شيء. قالوا لا لا، لا يبين أكثر الأشياء فاحتاج إلى السنة، كذب. الله قال تبيانا لكل شيء، كيف تقولون لا يبين؟ يلعبون بالنصوص يا أخي، يلعبون. لكن هذا يحتاج إلى محاضرة أخرى، يحتاج إلى خطب أخرى بإذن الله. راح تقول ماذا تريد أن تقول يا عدنان؟ أريد أن أقول مع احترامي لأئمتنا وعلمائنا ومشائخنا وكتبنا، ليس كل ما فيها صحيح، ليس كل ما فيها صحيحا، فيها الصحيح وفيها دون ذلك. البخاري أكثره صحيح، لكن فيه كم ليس بصحيح، وكذا مسلم، هذا أقبله. وهكذا أحرز ديني وعقلي، وأحرز نبيي، سمعة نبيي، صورة نبيي. لكن إن راهنتم على الخطة الحمقاء، أنا أسميها هذه الخطة الحمقاء، أن يصر علماؤنا كل ما في الصحيحين صحيح، والموت دون ذلك، والموت دون، نقول لهم هذه خطة حمقاء. سيأتيكم ألف متشكك وألف ذكي وألف ملحد وألف يهودي وألف نصراني، وسيقول لكم تفضلوا، هذا نبيكم؟ أنا الآن سأقول لكم ما هو نبيكم من كتبكم الصحيحة. ولن يخرج معنا أيها الإخوة صورة لرجل كريم. أنا أقول لكم يمكن أن نفعل خطبة بهذا المعنى، ولكن حاشا، حاشا أن أفعل هذا في حق مولاي وسيدي رسول الله. والله العظيم أحاديث في الصحاح فقط تصف الرسول صورة مشوهة جدا جدا. اعرضها على أي إنسان يقول لك كفرت بهذا نبيا، هذا لا أؤمن به، هذا لا يغريني، لا أحترمه، لا أحبه. وفي الصحاح مثل ماذا؟ اقرأوا الصحاح. المشكلة أن الأمة لا تقرأ. اقرأوا وسوف ترون، واقرأوا كتب العلم. أبو بكر الجصاص العلامة الحنفي الكبير، مجتهد المذهب، مجتهد المذهب، صاحب كتاب أحكام القرآن، تعرفون حكم على حديث سحر النبي، وهو حديث في الصحيحين، يرويه هشام لا غير، عن عروة لا غير، عن عائشة لا غير. فالحديث فيه تفرد غريب جداً، حديث من الأفراد. وهذا أمر كما قال علامة الطاهر بن عاشور في النظر الفسيح، تتوافر الدواعي على نقله. النبي يسحر ويمكث شهورا، في بعض الروايات 6 أشهر، وفي بعضها طبعا لم يحدد، حتى صار يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وفي بعضها أنه أتى أهله، والحال أنه لم يكن قد أتاهن. قال الفخر الرازي هذا والعياذ بالله أبلغ السحر وأخطره إذا وقع. الإنسان خلاص يغلب على إيه؟ على تقدير الأمور يعني. إيه حديث هذا في الصحيحين، يرويه هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة، أن يهوديا بني زريق يدعى لبيد، يقال له لبيد ابن الأعصم،
صحر النبي، والحديث معروف ولنا فيه خطبة قبل إيه؟ قبل سنين. ماذا قال العلامة أبو بكر الجصاص الرازي الحنفي في أحكام القرآن؟ قال: وهذا الحديث من وضع الملحدين. قال: ملاحدة وضعوا في البخاري ومسلم، كفار زنادقة وضعوا هذا الحديث. للأسف جازت الحيلة على البخاري ومسلم، صدق هذا الحديث للأسف. هكذا، هذا معنى الكلام، من وضع الملحدين ليشككوا به الحشو الطغام، فيخلطوا أي هؤلاء بين معجزات الأنبياء وبين سحر السحرة إلى آخر ما قال. عودوا إليه في كتابه أحكام القرآن، تفسير سورة البقرة، قول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. له كلام طويل في رد هذا الحديث. وغيره وغيره من المعاصرين أو المحدثين، الشيخ محمد عبده تكلم كلاما مستجادا في الحكم على هذا الحديث بالبطلان في تفسير جزء عم له، في تفسير جزء عم. الشهيد سيد قطب في تفسيره رد هذا الحديث. كثيرون لا يزالون يردون هذا الحديث، والحديث يكفي بظاهره أنه تكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى. الله يحكي عن الكفار أنهم قالوا: وقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وأكذبهم الله. والحديث يقول: لا، ليسوا كاذبين بل صدقوا، النبي سحر. أعوذ بالله. لذلك الرازي قال الجصاص: الملاحدة وضعوا هذا تشكيكا لنا في ديننا في قرآننا. الله يقول: كذبوا لم يكن مسحورا. الحديث يقول: لا، سحر، سحر سحرا حقيقيا، وذوى وضعف وصار كالفرخ. هكذا في بعض طرقه، صار كالفرخ النبي. حاشا حاشا أن تسلط عليه إيه؟ هذا الزنديق اليهودي الساحر الحقير، مستحيل أن يسلط على رسول الله، مستحيل. كان في البخاري ومسلم، لا يعنيني، لا يعنيني، هذا تكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى. للأسف بلغ من سذاجتنا، سذاجة المشائخ، بعض المشائخ، أنهم يريدون أن يصوروا للناس، بما أن عارفين نفس اللعبة، give it a name، أعطيه اسما وأنا أقول لك اجعله حديثا. يكفي أن يخرج شيء في كتاب، خاصة إذا كان كتابا معتمدا، لكي يظن الناس أو يرد لهم أن يظنوا أن النبي حقا كان كذلك أو فعله أو قاله. ما عنديش يقين بهذا، حديث أحد هذه أخي، أحاديث أحد، من أين لي أن النبي فعل هذا؟ من أين لي أنه تزوج عائشة عمرها 9 سنوات دخل بها؟ من أين لي اليقين بهذا؟ من أين لي اليقين أنه قتل 700 أو 1000 أو أكثر من اليهود في يوم واحد؟ معظمهم على الإطلاق، يعني باستثناء القادة الكبار الذين خانوا ويستحقون القتل حقيقة، لكن الأطفال الصغار الذين أنبتوا لماذا يقتلون؟ لم يحملوا سيفا، ولم يستشاروا أصلا في حرب، ولم يقل لهم: يا أولادنا، يا غلماننا، نريد أن نغدر بمحمد، نأخذ تصويت. لماذا يقتلهم؟ لم يحدث هذا، أنا في نظري هذا لم يحدث، وقد فندته في أكثر من 6 ساعات في محاضرة علمية تاريخية، أكثر من 6 ساعات بفضل الله. لكن يقطعون لسانك، لأن هذا مروي في البخاري، كأن البخاري هو رب العالمين يا أخي، لا يجوز، كأن البخاري هو قرآن كريم، لا تجوز. ومن هنا أنا أقول، سواء حمزة أو غير حمزة، مبدئياً عنده الحق أن يقول: كرهت بعض الأشياء في الرسول، ليس في الرسول الحقيقي، في الرسول الافتراضي، في صورة الرسول التي نقلت إلينا. انتبهوا، الرسول ليس حزاءً، ليس كاهناً، ليس منجماً، ليس عرافاً. طب أنا أقول لكم: لا والله، اقرأوا الحديث جعلوه كاهناً، حديث النواس ابن سمعان في صحيح مسلم، حديث الجساسة في ثلثه الأخير، يقول عن مخرج الدجال: من بحر الشام، لا، من بحر اليمن، لا لا لا، مش الشام، لا، مش اليمن، بل هو من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هذا؟ هذا نبي أو كاهن منجم عراف؟ الوحي هكذا؟ الوحي يعلم علم يقين، غلام يهودي ولد في المدينة، النبي كان يظن أنه هو الدجال، يظن مسائل الغيب فيها ظن، هذا نبي ولا كاهن؟ أعيروني عقلكم، ما هذا الكذب على رسول الله؟ قالك لا، ويتلصص النبي، أخذ أي جماعة من الصحابة مع عمر وبدأ يتلصص عليه بين النخل في طائفة النخل. يا سلام، والنبي يحتاج لهذه الألاعيب والتلصصات؟ ما في وحي يقول له هذا الدجال وانتهى كل شيء واتركه. يا بابا، أي دين تؤلفون أنتم؟ هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه تركة محمد؟ تسويق قتل الألوف من الناس والناس هكذا من غير تحقيق، وتقول لي ما هذا؟ بالله يا إخواني بالله، هل أبناؤكم يقبلون هذا؟ أبناؤكم الصغار تقول إحنا في عنا دين وعنا طبقة هيك كلاس اسمه الصحابة، الله فهمنا والنبي فهمنا أنه الصحابة هذا قتل، عربد، موت، أخذ، سرق،
في الجنة وإياك تتكلم عليه كلمة وحورك بابا هذا الدين لا أريده، هذا الدين عبط لا أريده، أنا كفرت بدينك هذا، حنكفر الناس. أنا برجع بقول انتبهوا، كلمات كثيرة بقولها سبحان الله تأتي أشياء تصدقها. بالطريقة هذه سنساهم في جعل الناس ينسلخون من دين الله. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. هذا النبي كان يدعو بهذه الدعوة. النبي إذا رضي وإذا غضب لا يحكي إيه؟ ما تقول اللي بغضب بعدين بروح بسب بلعن بجلد بضرب وانت ما بتستاهل. عظيمة صح؟ تصورات أسطورية أيها الإخوة تنسب إلى رسول الله، إلى ختام الأنبياء والمرسلين، وتطرق إلى الصحاح، ثم يراد لنا أن نصدق أن كل ما في الصحيح صحيح. من أين أتيتم بهذه الأسطورة؟ هذه فرية، هذه فرية بلا مرية، هذه أكذوبة. يا رجل رجال الشيخين جاوزوا القنطرة لا كلام فيهم، يا لماذا لا كلام فيهم؟ أنتم تتكلمون فيهم يا جماعة يا إخواني. عقولنا ما عادت تقبل هذه المتناقضات، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي رفع السماوات بغير عمد، ما عدنا نقبل هذه الأكاذيب. هذه أكاذيب يا إخواني. سأتلو عليكم فقط مثلاً أو مثلين. المثل الأول أحد شيوخ البخاري، هو شيخ جليل من شيوخ البخاري، عثمان ابن أبي شيبة، تعرفوا؟ أخو أبي بكر ابن أبي شيبة، عثمان ابن أبي شيبة أحد مشايخ أحد مشاهير شيوخ البخاري رحمة الله على الجميع وغفر الله لنا وللجميع. هذا الرجل عجيب، كيف للبخاري أن يأخذ عنه الحديث؟ مستحيل بالموازين الشرعية أن يأخذ عن هذا الرجل الحديث. لماذا؟ لأنه يعبث بكتاب الله. أنا أقول لكم يسخر بكتاب الله. كيف يبقى ثقة وهو يسخر بكتاب الله؟ أنا أصدق أن الحديث صح من طريق أمثالك، ما هذا يا أخي؟ والمصيبة هذا في كتبنا مكتوب، ويقول لك لعله تاب وأناب غفر الله له، وهو على ثقته، يعني على موثوقيته أفصح، وهو على ثقته فيه دعابة. والله يعني يحل هؤلاء، لأن البخاري ومسلم خرج عنهم أن يلحدوا في كلام الله، ثم لا يحل لأمثالنا أن نعترض وأن نصرخ وأن نتصايح، حسبنا الله ونعم الوكيل. إسماعيل ابن أبي أويس أحد مشايخ البخاري، روى عنه ربما حديثين أو ثلاثة، ليس كثيرا، لأنني سمعت البعض يقول روى عنه المئات، هذا كذب غير صحيح، لا لا لا، حديثين ربما أو ثلاثة على الأكثر. ولكن هذا الرجل من شيوخ البخاري مشهور، تحامه مسلم، مسلم جرحه، قال لا أروي عن إسماعيل، وحق لمسلم أن يتحامى. لماذا؟ اعترف بلسانه كما تقول عم بعظمة لسانه، قال ربما وضعت الحديث لأهل المدينة في الأمر يختلفون فيه، بألف حديث بقول قال إيه فلان عن فلان عن رسول الله، يعترف بالكذب على رسول الله ثم يروي عنه البخاري. هيا نرى إمامنا ابن حجر رحمة الله عليه في مقدمة فتح الباري كيف أجاب عنه، لأنه أجاب عن هؤلاء بنحو ما أجاب الذهبي أحيانا، تاب وأناب فعله ثم تركه. أنتم قعدتم قواعد وهي صحيحة رجيحة، أن من ضبط متلبسا بالكذب على رسول الله ولو مرة لا تخبر روايته أبدا الدهر، أليس كذلك؟ من يؤمننا يا حبيبي؟ إيه؟ ابن حجر والذهبي وغيرهما يقولان لعله فعله ثم تاب منه. الله أكبر، يعني تعترف أنت أنه كذب على رسول الله وكان يكذب يختلق الأحاديث ثم تجعله بعد ذلك إيه؟ ممن تاب وأناب؟ وما حاجتي إلى أحاديثي؟ ما حاجتي بأحاديث هذا الكذاب؟ لكن المشكلة أن هؤلاء المشايخ اليوم مشايخ الفضائيات لا يتكلمون بأمثلة ويتعجبون لماذا يفتن الناس بكلام عدنان. مش فتنة يا أخي، أنا لا أفتن الناس حاشا لله، ولست المفتون إن شاء الله، ولكن أنا أضع الناس على الورم، على الداء، على العصب الحساس الذي يؤلم، أنا أضرب لهم أمثلة مباشرة. كنت أود إخواني وأخواتي أن أمثل لكم أيضاً بمجموعة من الأمثلة، وما سقت إلا الأقل القليل، لأن الأمثلة كثيرة طبعاً كما سمعتم بالمئات، لكن كنت أود أن أمثل بأمثلة مستمدة من الأئمة الأربعة، من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. كل من هؤلاء الأئمة رد جملة من الأحاديث جرى بعد ذلك البخاري ومسلم أو أحدهما على الأقل على تصحيحها وتخريجها في كتابه، على أنها أحاديث مردودة، ردها أبو حنيفة، ردها مالك، ردها الشافعي، ردها أحمد، قبل أن يردها علماء أتوا بعد أصحاب الصحاحة والصحيحين.